السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في أول درس من شابتر بيزنس كمبيوتر لانجويج اي تي 401. معكم المهندس إكرام من باسط أكاديمي. موديول 1 اللي احنا هنشرحه هو الانترودكشن الخاصة بالكمبيوتر ساينس اند بروجرامينج، وتحديدا هتكون عن الهاردوير والسوفت وير والاوبريتنج سيستم والليفنج الخاصة بالبروجرامينج لانجويج، وطبعا هنتكلم على الجافا و ايه هي الجافا بالظبط. في البداية احنا عندنا في شابتر 1 الريفرنس الخاص بالجافا هو موقع جافا بوينت، والموقع ده يعني يعتبر ريفرنس كبير جدا في لغة برمجة جافا. تاني حاجة عندنا نت بنز، ده الاي دي اي دي اي الخاص باللانجوج ديت، وبقدر من خلال الاي دي اي ان انا يعني اكتب الكودينج. واختصار الاي دي يعني عشان نفهمها اكتر، وهو انتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت، ده بيئه عمل متكامله خاصه بال اللانجوج بروجرامينج. بقدر ان انا اكتب الكودينج بتاعي و يعني بتسهل لي عمليه كتابه الكودينج. طيب احنا بعد كده عندنا ايه هي الجافا. الجافا هي يعني لغة برمجة تم إنشائها في 1992 ومن خلال جيمس جونز، واللغة دي كانت تابعة لشركة صم مايكرو سيستم. كان عندها المبرمج الخاص باللغة ديت، أو اللي اخترع اللغة ديت هو جيمس، وبدأ إن هو يخترعها في 1992، وبدأوا إن هما سموها باسم جافا يعني نسبة لقهوة كانت موجودة عندهم اسمها جافا. طيب بعد كده طبعا تطور الأمر إلى أن شركة أوراكل بقت مسؤولة عن اللغة ديت، وشركة أوراكل هي من أحد أكبر الشركات المتخصصة في مجال الداتابيز، وحاليا هي شغالة في مجال الكلاود أو السحابة يعني. قبليها في الأول خالص كان في لغة الآلة، أول لغة اخترعوها تخص الكمبيوتر أو إزاي إن إحنا نتكلم مع الكمبيوتر، ولغة الآلة ديت كانت عبارة عن 0101، حرفين بس اللي هو حرف 0 وحرف 1، ودي ترجمة الفولت الخاص ب الالكترونيكس اللي موجودة داخل المذر بورد او داخل الكمبيوتر بشكل عام، بتترجم ل فولت بتتقاس ب 0101 لحد ما بتطلع وتترجم. بعد كده اخترعوا لغة تكون سهلة شوية للغة البشر، هي لغة السي، و يعني دمجوا في يعني ما كانش مدموج فيها لغة الـ OOP. اخترعوا بعد كده لغة زي السي بلس بلس عشان يكون فيها طريقة خاصة بالـ OOP. الـ OOP ديت عبارة عن تنظيم للكود وطريقة تفكير معينة بتنظم لك الكود بتاعك. بعد كده جيمس اخترع اللغة اللي هي الجافا، اللي هي اللي احنا هندرسها عندنا في التراك بتاعه. بعد كده عندنا الجافا في منها اصدارات اللي هو الستاندر والانتربرايز. الستاندر ده من خلاله بقدر اعمل ابلكيشن ديسكتوب، اوكي، و يعني اقدر اطور منها برامج تخص الديسكتوب. الجافا ممكن كمان ان انا اعمل منها برامج ويب او ابلكيشن تخص الويب يعني، وهي طبعا داخلة في يعني أكبر مؤسسات وأكبر المشاريع اللي موجودة من وقت اختراعها، لأن هي لغة كانت سابقة أوانها، وهي لغة من أهم لغات البرمجة
في عالمنا. بعد كده عندنا الهاردوير والسوفتوير، وده تعريف بسيط. ايه هو الهاردوير؟ الهاردوير هو عبارة عن كل الأجزاء الملموسة، الفيزيكال ديفايسز الخاصة بالكمبيوتر، زي الكيبورد، الماوس، الشاشة، الجهاز نفسه اللي أنا بقدر أمسكه، اللابتوب. هو ده كده يعتبر الهاردوير، الحاجة الملموسة أو الجزء الملموس. أما السوفت وير فهو عبارة عن البرامج اللي أنا بقدر أستخدمها داخل الكمبيوتر، اللي هي مش ملموسة بس لوجيكال أنا بقدر إن أنا أتعامل معاها. ومنها طبعا لغة البرمجة اللي إحنا بنتعلمها في التراك بتاعنا، واللغة دي تعتبر طبعا سوفت وير. وزي ما قلنا إن أكبر الشركات بتستخدم لغة يعني السوفت وير ولغات البرمجة لعمل العمليات الحسابية اللي الإنسان ممكن ما يقدرش إن هو يعملها، ودي بتتم في ثواني معدودة، يعني بشكل يعني البشر ما يقدروش إن هم يتحملوا إن هم يعملوا كده، الكمبيوتر سهل الموضوع ده. بعد كده عندنا المكونات الخاصة بالهاردوير. زي ما قلنا إحنا قلنا عندنا في حاجة اسمها إنبوت و اوتبوت. الانبوت ده زي الحاجات اللي انا بقدر ان انا يعني المدخلات بتاعتي داخل الكمبيوتر، زي الماوس اللي انا ماسكه وانا بحركه دلوقتي، الكيبورد اللي بكتب عليه، ده يعتبر ادخالات من عندي الى الكمبيوتر. طيب الاوتبوت ده ايه هو؟ الاوتبوت ده عبارة عن زي مثلا السبيكر، يعني انا بشغل مثلا ميوزك فبيظهر لي على السبيكر، ده يعتبر اوتبوت. المونيتور، الحاجه اللي انا شايفها زي اللي بتتفرجوا عليه دلوقتي، ده يعتبر بالنسبه لكم اوتبوت. ليه؟ حاجه انت بتتفرج عليها، حاجه مرئيه بتتفرج عليها. البرينتر، حاجه مثلا انا يعني بعمل لها برينت او بطبعها، فبتطلع لي على شكل ورقه واقدر ان انا اقراها واقدر ان انا اتعامل معاها. كذلك يعني اجزاء كتيرة جدا تخص الكمبيوتر تعتبر يعني اوتبوت. عندنا حاجة تانية اسمها الميموري يونت، والميموري يونت دي مترجمة لحاجة اسمها او يعني المصطلح بتاعها اسمه رام. الرام ده وظيفته داخل جهاز الكمبيوتر هو تخزين كل الاوامر بشكل مؤقت على الرام. بمعنى انا دلوقتي فاتح السوفت وير ده وهو عباره عن بي دي اف او ملف بي دي اف على برنامج مايكروسوفت ايدج. اللي بيقوم بالعمليه ديت او بيقوم بتخزين الداتا ديت في فتحها هو الرام، ولكن مش تخزين الملف كملف داخل الهارد ديسك. ده بيعمل سيفنج، ولكن ده بيعرض الملف نفسه. فكل ما كان الرام عندي ساعتها التخزينية أكبر أو الكباسيتي بتاعتها أكبر أو السايز بتاعها أكبر، كل ما كان الجهاز عندي كان أسرع. طبعا موضوع الرام ده لما تيجي تدخل فيه تلاقي فيه تفاصيل كتيرة جدا تخص أجيال الرام وتخص مثلا الباص بتاعه والكلام ده كله. فالمهم اللي أنا أعرفه إن الرام ديت مسؤولة عن عرض كل البرامج اللي موجودة بشكل مؤقت عليها. أوكي؟ طيب عندنا حاجة اسمها الـ ALU، ودي يعني الوحدة أو بتشتغل مع الـ CPU لترجمة كل العمليات الحسابية والمنطقية داخل جهاز الكمبيوتر. أما الـ CPU يعتبر هو المعالجة المركزية لبقية الوحدات دي كلها، وهو اللي بيقدر إن هو يتعامل مع جهاز الكمبيوتر، ويعتبر يعني بنشبهه كده بنقول عليه المخ كده. بالنسبة لنا هو الجهاز الكمبيوتر، بالنسبة للبروسيسور هو ده من أهم القطع اللي موجودة فيه، هي المعالجة. وكل ما كانت السي بي يو إصداره كان أحدث، كل ما كان العمليات اللي بتجرى داخل الكمبيوتر هتلاقيها بشكل أسرع معاك. طيب عندنا بعد كده في حاجة اسمها الستورج او الهارد ديسك. الهارد ديسك عندي
او الفلوبي ديسك او السي دي روم او اي جهاز من اجهزه الوسائط المتعدده اللي هي هتخص التخزين، تمام؟ ده يعتبر بستورج، واقدر ان انا اخزن عليه الداتا بتاعتي. الهارد ديسك بيبقى ليه انواع كتير، وتعتبر الفلاشه ديت زي الهارد ديسك بالظبط، انت ممكن تقدر انت تخزن عليها البيانات. الميموري نفس الموضوع، كل ما كان سعة التخزين الخاصة بيه الهارد ديسك أكبر، كل ما كان تقدر تشيل ملفات أكتر. عندنا الكمبيوتر أورجنايزيشن، عندي ده الشكل اللي احنا كنا بنشرحه من شوية، وهو السي بي يو، عملية السي بي يو أو وحدة السي بي يو هنا عندي مع الـ ALU كيونت مع بعض، دولت بيقدروا إن هما يقوموا بالمعالجة وإجراء العمليات الحسابية، وطبعا الميموري بتقوم معاهم بتخزين كل الذاكرة المؤقتة عشان يقدر إن هو يطلع لك أوتبوت من خلال برضو البروسيسور، هو اللي هو يعتبر وحدة مركزية وبيخرج لك الأوتبوت. اما الانبوت ده هو المدخلات اللي انت بتدخلها في الاول، زي ما قلنا كده انت بتدخل اوامر، بتكتب مثلا كود خاص بلغة البرمجة اللي انت بتشغل عليها، وبعد كده بيبتدي ان هو تقول له ران مثلا الكود ده، انا عايز اجرب الكود ده، ولو يكون مثلا كود زي برنامج الآلة الحاسبة، بتكتب الكودينج بتاعها، وبعد كده بتبدأ ان انت تشغل البرنامج، هو بيقوم بمعالجة العمليات المنطقية اللي انت كتبتها داخل هذه البرمجة، وبعد كده بيستند على الميموري عنده لتشغيل البرنامج ده. طبعا احنا قلنا كل ما كان السايز الخاص بالرام اكبر كل ما كان احسن، وبيبدأ ان هو يعرضها. الفايلز بتاعت البرنامج ده او السوفت وير اللي انت عملته ده بيكون موجود كملف مخزن على الاستورج، يعني غير منطقي ان انت كل مرة تقعد تكتب الكود وتعرضه، لا هو بتكتبه وبتعمل له سيفنج فين؟ على الهارد ديسك. من غير الهارد ديسك انت مش هتقدر تحمل، يعني مش هيكون عندك الملف مخزن داخل جهاز الكمبيوتر. طيب احنا عندنا هنا في حاجة اسمها الداتا هيراليكي او التدريج الهرمي الخاص بالبيانات عندي. خلاص هنا من المفترض ان هو عندي هنا في حاجة اسمها هنا بيت، وفي حاجة هنا اسمها بايت. اوكي، بيت وبايت. البيت ديت عبارة عن زيرو او وان. اوكي، وهنا عندنا البايت ديت عبارة عن بلوك كده بيتكتب فيه 8 بت، يعني كل عدد 8 بت بتترجم لواحد بايت، والبلوك ده بيتكتب فيه كده، يعني 1 2 3 4 5 6 طبعا 7 8. خلاص ده كده يعتبر بلوك بيترجم لواحد بايت. طيب احنا عندنا هنا بت بايت اللي هو الكاركتر، بعد كده البايت ده بيترجم لفيلد. طيب لو انا كتبت مثلا كلمة، الكلمة دي بتكون مثلا بلغة الآلة مثلا مجموعة من الحروف اللي هي 010101 والى اخره، خلاص فبتترجم في الاخر خالص لواحد بايت او 2 بايت او 3 بايت على حسب الجملة مثلا او حسب الكلمة اللي انت بتكتبها، او لو فيها مسافات، او مثلا انت يعني الجملة ديت فيها مثلا حروف كابيتال وسمول لو هي انت بتكتب اللغة الانجليزية، او لو بنكتب اللغه العربيه بيبقى في حروف يعني عليها تشكيل او حروف عاديه، كل دي
بتكون أكواد مختلفة للترجمة للغة الآلة الخاصة بالكمبيوتر، فبيكون عندك يعني عدد من البايتس بتترجم للجمل دي. دي بتخش تحت نطاق حاجة اسمها فيلد. خلاص بقى عندي فيلد لجملة كبيرة أو قطعة أو عدد من الكلمات. العدد الكلمات ده بيترجم لريكورد، ومن دوره بيترجم ليه حاجة اسمها فايلز. عشان كده لما أجي بكتب مثلا ملف وورد بيترجم عندي وبكتب فيه كلمات كتير بيترجم عندي ليه فايلز. ولو أنا موجود مثلا في مؤسسة أو في الجامعة بيكون عندي مثلا الداتا مثلا بتاعت شؤون الطلبة مثلا. داتا شؤون الطلبة دي بتتنشئ داخل حاجة اسمها داتابيز بشكل منظم، بطريقة منظمة، بشكل علاقة يعني بيبقى موجود ما بين التيبلز داخل الداتابيز يعني علاقات بتتم عشان تخلق لي حاجة اسمها داتابيز. عشان لما أقول أنا عايز اسم الطالب فيجي لي اسم الطالب، يعني بعمل مثلا استعلام باسم الطالب عن بياناته، بقيت بياناته مجرد ما بكتب الاي دي بتاعه أو اسم الطالب بيروح ينده لي على كل البيانات بتاعته، النتائج بتاعته إلى آخره. اللي بيعمل الكلام ده كله حاجة اسمها داتابيز، وبيكون بشكل منظم. والداتابيز دي ليها أنواع كتير جدا، شركات كتير جدا، منها الأوبن سورس ومنها مقفول المصدر أو كلوز سورس، زي شركات زي مايكروسوفت وأوريكال. يعني أوريكال اللي هي مسؤولة عن لغة الجافا دلوقتي، هي عندها داتابيز اسمها أوريكال، وداتابيز دي كبيرة وضخمة، بنقدر إن احنا نخزن عليها البيانات. عندنا داتابيز زي سيكوال سيرفر خاصة بمايكروسوفت، عندنا داتابيز زي برنامج الأكسس اللي موجود في اللي موجود في يعني ضمن الحزمة الخاصة ب أوفيس. الداتابيز دي لما بتتضخم عندي وبتكبر بشكل هائل وكبير، واحنا يعني من المفترض ان احنا خلال العصر اللي احنا موجودين فيه او خلال السنوات الخمسة الاخيرة دخلنا في حاجة اسمها البيج داتا، اللي هو في تضخم كبير للبيانات، ومنها احنا يعني بنقدر ان احنا بدأنا نخش في برامج تحليل البيانات ديت زي باور بي اي و الى اخره، من البرامج اللي بتقدر انها تحلل البيانات ديت عشان تطلع لك داتا معينة انت عايز تعرفها. طيب الوحدات التخزين عندي ليها، يعني نرجع بقى لموضوعنا اللي هو البيت والبايت. بعد كده كل يعني 1000 كيلو بايت، يعني 1 كي 1000 بايت بيبقى 1 كي كده، بيترجم لإيه؟ ل 1 ميجا، 1 ميجا بايت، يعني بيبقى مساحة التخزينية عندي 1 ميجا بايت. وكل 1 ميجا بايت يعني كل 1000 ميجا بايت 1024 طبعا، اوكي، يعني الألف عندنا هي 1024 بتترجم لواحد جيجا، وكل واحد جيجا بيترجم لإيه؟ واحد تيرا بايت. طبعا احنا عارفين الهاردات، مثلا الهارد ديسك اللي موجود في خلال الوقت اللي احنا فيه بقت مساحته مختلفة جدا وكبيرة جدا، فبقت دلوقتي بالتيرا، تلاقي هارد مثلا 16 تيرا، تلاقي هارد 8 تيرا، تلاقي هارد 4 تيرا، 10 تيرا، 1 تيرا اللي هو أقل حاجة في التيرا. خلاص، في بعد كده بقى كل 1000 تيرا بايت في ايه؟ هارد، يعني مساحة اسمها بيتا بايت. خلاص، اكسا بايت يعني لكل 1000 برضه، وأعلى مساحة احنا وصلنا لها اللي هي ايه؟ الزيتا بايت. كل ديت مساحات، وكل ديت المساحات ديت مطبقة على الرام عندي، يعني عندي هنا على الرام والهارد ديسك.
تمام، بنقدر ان احنا نحسب بيهم الكلام ده كله. لحد هنا كانت نهاية الليسون بتاعنا. اتمنى يكون الليسون بتاعنا يكون لذيذ وسهل واستوعبتوه بشكل يعني مناسب، و ما كنتش في اي تعقيدات بالنسبة لكم. بالتوفيق ليكم واشكركم شكرا جزيلا، والى اللقاء في درس قادم.